الطاي عرشي رستي بابا أغطى ودرس نم يوتني بس خبز أفكر اللص نم بن يوتني بس خبز أرمي نم بن يوت بس خبز أفا سيدنا ما ينفع 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 اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والكون كن بخريستوس إيسوس بين شويس مطان يكون يفولش ليل فلوغيسون إيه بيبروسف كيستاسيتي افتيتو تينا فنتين شهري طاي ونوصاي انصوف ورنشي هو ارفو بوسن تفري هيرون خمباي اهو اسو افاي نمني او تيرون تيبن عن خنهريني نفينن جبيبان تكرتور إبشوي سبين نوتي روس بكساستي كيري إليسو إبني إبشوي سبنوتي بيبان تكراتور فيوتن بن شوي سوه بن نوتي او بن سوتي رسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا اليك شفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا
إلى هذه الساعة. اطلبوا لك ارحمنا الله ارفع علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطلبة آتي قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين الطوبى والمكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا كيرلس أظامينا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا إرميا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا يوليوس ويغفر لنا خطايانا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل عمل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات أرزقنا إياها الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو ولد يليسون أمين مارنو وشتن تيترية أسسو وبت بيوت نم بشيرين ببنفما إسو بانو نحا سني خرسي هي نوز باي غربي بنوتي مالي سنوز ونو البي سمطان انتي سوى اماري عرف نوتي ناينا اتني سبرز بيا ون امي سمنوز سنهري خمبا اي كوزموس بوليتم بيش تتا غي امري اعتبار سنوز شيريني مري اتي اتشروم بي اثني سوسيت اثني سناني مفنوتي بلوغ شيريني مري اخين او شيري ابقوا شيريني مري اسمى من بيسو شيريمي قيل بنشتن عرشي انجلو شيري غبريل بصدبين بفايش النوبي شيريني شيرو بيم شيريني سير رفيم شيرين توماتير إبرانيون شيرين وأنز دينشتي إمبرو أدرموش
شربي ويب سنجني سنمان ويل شيرنا شوي سنيوتينا هو صلو شيرنا موسي تي سنتي بن شوي تي سوز بخريسو شيرنا قوب مارتيرو شربي فانجي شربي أبو صول صابا ماركوس إستيوري موشي شرنا كوبي ماتي روش شربي تشوي جنجي إني أو شربي أصلو برس بس بغورو كوان جيو شرنا كوبي ماتي روش شربي تشوي جنجي إني أو شربي أطلو فردي عقيوس أبا من أشفن أم اسمي بن يوت سواء بن بطري يرشد بابا بكري اللوز بمسو بمن ريت انت بخريسو انت هوي روك هوي يوسي هو سيسر قريب ونخم بن بطري يا رشد باب قدر بار شرف ما تغرف في جنب فسرونوس نم بفكش بير اللي طرغوس بنيوت سوا بنزي إيكي وصا بكر اللوز بيبس كوبوس ما تغرف في جنب فسرونوس نم بفكش بير اللي طرغوس بنيوت سوا بنزي إيكيوس أفار ميادي بسكوبوس بمن ريت انتبه خريسوسو مفكش بير اللي طرغوس بنيوت سوا بنزي إيكيوس أفار يوليوس بسكوبوس بمن ريت انتبه خريسوس كيتني برز زي انت تسيحو توكوس سوا يا ماريا شويصاري موطنا نمبي قوي غولمتين النوبي اسرن هو سيرو نمبي كيوتنا غصوص نمبي بنو جاكي اكسو تيمو ناينا Lir flogison ebi brosaf kistasite esmane po osi tomnev mate so وايضان فنسال الله ضابط الكلاب ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البيت آبائنا القديسين رؤساء العساقفة أباؤنا الأساقف أباؤنا القمامسة أباؤنا القصوص وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ادخلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس. فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح محب للبشر تفضل يا رب عبيدك الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياتهم واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فاب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفات قديسك. أمين يا رب رحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم ونحن بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمنا حقوقك، مبارك أنت يا رب فهمنا عدلك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، يا من ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، يا من صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، يا من قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم وأرحها، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب عيننا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خم بي خريستوس يسوس بين شوي سمين الليلويا شيرين تنتهو إيروس يسوى بسمين أوت أمبر سينو سنسيني فينتي مسنو تسمافين بي خريستوس أني هو انتين بروسر شيف شوي هابا شيريب نرتب أن النوفي ناري شير سيت اسمي سينان بيوين ان طايف مي بخريستوس بن نوتي تي برسينو سيس اواب هو امن شويس اري بول انت انت كان النوبيناني بول تي برسينو مريم تي سيوتو كوس اواب تي بروستاتس اتن هو تنتيب جنو سنتيتي مترومي برز فيفين اري بول نار بخريستوس بطارق بول بوس انت فري موتنا مكوي فولنتين النوفي شيرين اوتي بارسين اوستي اورو امي نالي اسيني شيرب شوشو انت سوس بخير سوس انت فكان النوفي ناني بول ارب سلسل مريم خني في يوم اتصائب شايسا اوينا من باسم نريت استوب امو في اريا جون اطفني تيئت افقوس انجي دافيد خم بابسل موس صغير سيتي وروسا وين عم بكب وروس سلوم موتي روس خن بيجو انت نيجو جيتا صنيا وطايج فيري طابولي سمي روس عليم افتي ميني غاري روس خن عن مشن عربت شوسي جامي والخن بكيب او سيد صبنا روماتا شيرين اوتي برسين استيورو امين اليسيني شرب شوشون تبن جنوس اريك فونا ان امانوئين انتي هو اري برمبوتي برساتي ستنوت نارين بن شويس سبخريس انت فكان النوفي ناني بول شاش في نارشي انجيلو سي او هيرا تو ابرم نوسم بيم سوم بي باندو كراتور شمشي مستري اوني تيب ميخايل بيبي هويت غبريل بيبي ما اصناف رافايل بيبي ماش تكتبت بوس انت ترياس سوريل سيداكيل ساراسيل نم انانيل ناينش تنريف رويني سو ابني الطب امو فريجم بيصور نيشيرو بيم نم نسرافيم نيسرونوس نم تشويسينكم بفتو انزون نصوماتوس اتفاي خبار ما انسيوس بيقو تفتو ام برنز فيتيروس خنتي اك اكليسي انتني شرب ميسي بوس ايرو خنو متات من كيف اشيفو لفقو اموس جاقيوس اوسيوس نيت شو نمطلت شيو اجيوس اشيروس نيطفن كتب شو اسمهم تنو اجيوس اساناتوس اسمو اتك
كلير نومي عمري بك نايم تكهيريني عين صبتم بك لاوز جيك وابوك وابك وابب شوي سيطاوات اتفن مبقاهي ميغر خم بك ونم بك طايو افشان قسم بيع الليلو يا شرنان في عوي اوهم موج يا جيوس امين الليلو يا بيو فابنو تيبي عرب رز بابي ناري يا جن سراتي انا انجلي كن نمني طغمة نبراني ونتفقاني النوفي ناني فول كيريوس يسوس بي خريستوس أفسد بالنف أبوستولوس تبتروس نم أنا درياس يوانس نم ياكوبوس نيبون فيليبوس نم ماتيوس بارسلو ماوس نم توماس ياكوبوس انت ألفيوس نم سيمون بكانون نيوس تدعوس نم متياس بابلوس نم ماركوس نم لوكاس نم بسيبين تيني ماسيتيس نطف موشين صابين صوتير متياس فيطف شوبين الجيبي وين يوضط نم بكوكي فول نم بسيبين نطف موشين صابين صوتير شينا في فوليجين بوي مبكايتير اوانو ساجي افو شابرك سنتي ايكوميني طبيه ببشوي سري اقولونا شوي سنيوتنا بوستولوس نمبيش في اماسيتي سنتفكان النوفي نانيفو افا ماركوز بي بوستولوس او بي ايفانجيليستيز بي مصر خانيم كوينت بي مونوغيني سنوتي اكي اكي روغيني هيتم بك اف انجيليون اكي تساقوت نميوت نمشير نم بب نغم اس او اكن تن ايفو الخين بكاكي خون بيوين امي اكتمون بيوين كنت بون خطف ايه بسيت ايفو الخين دبي اوانك ساجي ابو شابرك سنتي شيرينك وبي مرتي روشيري بي ايفانجيليستي شيري بي ابو ستولوس افا ماركوس بي سيوريموس شيرينك وبي مرتي روشيري بيشوي جنجنه وشيري بيعصلو فورس بيشوي سبورو جيورجيوس همم شوي سيري يكون بيعصلو فورو مرتي روش شوي سبورو جيورجيوس كان النوبي ناني فور شيرينك وبي مرتي روشيري بيشوي جنجنه وشيري بيعصلو فورس فيلو باتر ميركوريو وفيمي بشوي سيري يكون بيعصلو فورس مرتي روس فيلو باتر ميركوريو وصدف كان النوب ايه شوب اون انت بيرو مي جم هيو ام بي كوزموس تير فانت فتيوسي انت فبسيكي او ببايون خنف ليو الكديس افتي انت في بسيكي اف مولم بفصومة ابي كروم افشبان نشتيم فاسانوس ازبي افشيريم افنوتيتون ولهذا رفع مخل اينا ملكوته واعطى الخيرات التي لم ترى شيرين
بمك وبمرتي رشربي شوي جنجن وشربي أصلو فرز بياجيوس أبا مينا أطلب من الرب أيها الشهيد المجاهد القدس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا فولي فول خنة تنهي تني موك مكنت تكاكي نمني مفقي اتشب شب اتيري بن نوسن كاكي قرين خنة سيفن كسرتو ما تتشوسي انت بن مكاري يوسن يود بشو يسن يود أبانتون يود فايق طفشو بنا نتشف ميتن لي مين انت بي اوجا يفسو هم من خن وإرقوت إخونا بيون خنين أبستو ينوف انت نفارت تم بونوف ان نفسيشي مفريتم بي أروماطا ترتقن بي بارادي صوت مرن تقرن خن بي نهتي صوت خن ومسمي انت بنشتي عبان تونيو سنو شفولن قوم موت شايكوتي هو جميع عيرتين هو عيدشي اي كل هو تيناتي جيسنا اوني شربنيوت أبا أنطونيوس بيخي بسنتتي متمونة خوش شربنيوت أبا بفلي بي من ريت انت بي خريستوس بهم بشوي سري يقول ونا شوي سنيوت ماينو شيري أبا أنطونيوس نما بابا بلي كان النوبين عنيقو بابا فكر اللوز بمعسوق وبمكاري يسخنو مسمي في تفتقر خن بينحتي ان ارسو زوكسو سنطايف مي اسمي فخر واسمك ايها الرائب والمتوحد القوي صديق إذ بفايك شو بينا ننوتي بوس خين بصريخ انت يا غبيخ بجن موشيخ بطوفو خين فناتي السلام لمحب أولاده الذي شاف المرضى وتنبى بالعظائم واخرج الشياطين اذ ازمروت جبك فيوس وبنيوت مكاريوس اكتستنان بصومان افا ماركوس واكير بميرون سوى مريم ولدت مخلص ليلة سهرت بعقوب عظيمة مع حمام وبخور أكوتن ومن كتدرم فيرين بنشتن أفيتن أفامينا نمان ميشن ككنيسية بكهيتن بفتشاس نهفي إيبتير دعوتك يا موقت السحر في قوتك لتسبح مع الملائكة مع القديسين أحبك تينو قريب مبقين ناهرين بنو تسرب قوكنا لفولم بكريتي خنت يا غبي خين فناتي للرب عنا يا بان القديس البطري أركل بابا كريلوس السادس ليغفر لنا خطايانا شو بين صوير صوم سيقول خنبت تشوسي طريق الخيطوت شو سن بتيرن تسي اوتوكوس طيب برسن وسن سيوني بين ماتيهم بطري ماز بين صوتيرن انت بولين نخيسي بالهارون انت بسمنين عن انت فيريني السلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخري جنسنا ولدتي لنا عما نوئل نسألك اذكرنا أيتها
شفيعا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. اسم ونعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. تنجوش تبول خائتين تي أناستاسي سمتني إرف مو أتنم بي Hey.
Εσμονε πόσι και το πνεύμα τη سيدنا ربي يسوع المسيح وإلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل إلى أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون أم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن أجلك المقدسة بطلبات قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب واشكر أيضا يا سيدنا كن الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاءنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا هللو يا مروج شاسفن تكليسيا انت بفلاوس اللهم مروج مويرو فيت كده دراي انت نبرز فيتي ايروس جياف كون اومتيوت ام فريتي ان هن اسو إذن أفنجيني إتسوتون وإفئونوف إفئونوف أفور كنجيب شوي سوان إفوم إنسيب جنسوك بإفو إبشايني كطاي تاكسي سمل سنيوت التايوت نار شرف سبابا فتا ودرس بما هي اصناف نم بنيوت نابس كوبوس افا كيري لوس نم بنيوت نابس كوبوس افا ارميا نم بنيوت نابس كوبوس افا يو صف ايار بيتنون خال بمخافة الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا مارمة البشير بركاته Yeah.
تي او بن سو تي رو بن او رو تيرين يسوس بخريستوس ابشير يم ابنوتي تونخ بي او نفشا اني من مزامير يا بين داود النبي والملك بركته على جميعنا عجيب هو الله في قديسيه إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندما أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صداك هللويا الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي البابا البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنباكير اللوس أفامينا وأبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنبا إرميا وأبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنبا يوليوس الرب يحفظ لنا حياتكم امين ركن الآتي باسم الرب إله القوات المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم أرسلكم كخراف في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم
يجلدونكم وتقدموا أمام ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي والذي يصبر إلى المنتهى، فهذا يخلص. فإذا طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تتممون جولاني مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان Brezvevin eri gonotin chusin ibtirenti se otokos mare asma imben sotirin tifkanin novina nevol gombe aslo voros martiros avamina enteni vayet tifkanin nanevol Patriarchis Baba Vakirillus Bimasu Intifkan in Novina Nevol Jefes Marot and Jeff Yot Nemefshirin Embev Nev Mais Oab Tetria Sed Jekevol Troshtem Mostenti Unas Shlili Vlogi Son Ebevus of Kestos Ite Irini Va και το πνεύμα Ιησού Βαλδόν πενετών λόδο μητέλκον Εύω Ρόμπεν ολέ να μου χαλήσουν Ιησού αελμέσια Νεσέλω να τλούμεν σαλάχκ για μαχεύ αλβάσαρ Ουσκορ Ρόμπ σελέμ κανίζατικ الواحد الوحيدة المقدس الجامع رسولي صلوا من أجل سلام كنيسة الله الوحيدة المقدسة جامع رسولي كنيسة الله يا رب
رحم. هذه التهنى من أقاس المسكون الأقاسية كل شعوب وكل قطاع باركهم. السلام الذي من السماوات أنزل على قلوبنا جميعا. وأيضا فنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصون يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطريرك الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا الأساقفة أبينا الأسقف المكرم الأنبا كيرلوس وأبينا الأسقف المكرم الأنبا أرميام وأبينا الأسقف المكرم الأنبا يوليوس وكل الآباء الأساقفة والأرثوذكسية. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائي في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا كيرلوس أفامينا وبين الأسقف المكرم الأنبا إرميا وبين الأسقف المكرم الأنبا يوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لا كل المواضع كلها ديرات آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ودائرنا هذا وسائر المدن والقرى من الجزائر والأديورة. يا رب كل مدينة وكل قرى وقرى وكل ذناتنا ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق من سبيل البر ومن سيف الغريبة من قيام الهراطقة. أمين يا رب ارحم. تفضل يا رب الزروع والعشب نبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا الزرع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتكسر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على قبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرسها ولتكسر أسماريا أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا يا رب كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أهل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كيمز يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. أمين يا رب رحم. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا. يا رب ارحم. أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنعها كمشيئتك المقدسة الطوباوية. بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بيها لنا يا رب ولعبيدك الآتين بعدنا للأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة. اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريع شكوك وفعل وابتلهم ولينقد افترق فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أيضا أذلهم. حل تعظمهم عرفهم ضعفهم سريعا تل حسدهم وسعيتهم وشرهم وجنونهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء بدد مشورتهم. يا الله الذي بدد مشورات
أخي توفل. أمين يا رب رحم. أيها الرب للا ولتفرج جميع ده كل يهرب من قدامك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك ليكون بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك بالنعم والرأفة ومحبة البشر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بي خريستوس إيسوس بن شور كيف على سيموت كريك لناتي إنو بيون سوكي ريا إبروس خومين سيموت فوبو باسي طب نظماتي سو أب الفعل وكل فكر اللهم بارك إنها طاهرة عن اسمه القدوس الآن وكل وان ولا دهر دهور كل أمين أمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون إكازما ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك دهر وإله الآلهة يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلاصنا متجسدا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة وقلب حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتالي الكل فلنسجد له ونرتل لأمه مريم ملحمام الحسنة ونصرخ بصوت التالي القائلين السلام لك يا مريم أم عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص أبنا آدم السلام لك يا مريم أم الملجأ السلام لك يا مريم تهل الحواء السلام لك يا مريم
فرح لك يا سلام لك يا مريم فرح هابيل البار سلام لك يا مريم العذراء الحقيقية سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم غير الدنس لهادئة السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا مريم الإكليلة غير المضمحل السلام لك يا مريم خلاص اصحي القديس السلام لك يا مريم أم القدوس سلام لك يا مريم تهليل يعقوب سلام لك يا مريم ربوات مضاعفة سلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صامو السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود السلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم رفعت الصديقين السلام لك يا مريم خلاص شعيا السلام لك يا مريم شفاء إرميا سلام لك يا مريم علم حزقيال سلام لك يا مريم نعمة دانيال سلام لك يا مريم قوتي لي السلام لك يا مريم نعمة نشا السلام لمريم والدة الإله السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة السلام لك يا مريم أم ابن الله السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها مرتفع أنت بالحقيقة أكثر من عصا أيتها الممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأن مثال بتوليتها حبلت وولدت بغير مبادرة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة أسألك يا والدة ليلى اجعل أبواب الكنس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا دعيتي يا
مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور التي طلعت وأظهر من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن أزارت وأوساقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبتوليتك بغير فساد فلهذا نمجدك كوالدة لنا اسعى لابنك ليغفر لنا يا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عما نوئل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس فليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا إن أشتمك أبي خريستوس نم بكيوتنا أغسوس نم بابنهم أسواب جاكي أكسوت أمور أفتح في بالأفرح وأرتل بالتسبيح السلام لمريمينا شاهد يسوع المسيح بإرادة الله أبدي أخبركم عن هذا المبرور أصله كان جندي بطل قوي وغيور أصله من بيت عمر هذا الحبر النافيس أمه تدعى أفوميه وأبوه أودوكسيس أم أفوميه كانت امرأة عاقر طلبت من النقي عذراء أم القادر فأجابت لها طلبها وقالت لها آمين فرزقت بولد ومريمين الأمين كبر هذا الطائر وتقدم في الجندية وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية كان محبا للإله موصوفا بالشجاعة مداوم الصوم والصلاة ملتحفا بالوداعة ضعي هذا المبطل لعبادات الأوثان فاعترف بجهر دديًا تركت الأرضية وكل ما فيها وطلبت السمية محبة في بريها طوبك يا مختار يا ابن أودوكسيس يا من قرت الأشرار أولاد اللعين إبليس سلام لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان سلام لك يا بطل يا مزيل كل الأحزان سلام لك ليل ونهار أيها البطل الشجع ذكرك ملايين أكتر والبلاد وكل السلام لمريمينا
صانع كل عجائب السلام لمرمينا مانع كل مصائب السلام لمرمينا صانع كل عجائب السلام لمرمينا مانع كل مصائب السلام لمرمينا صانع كل عجائب السلام لمرمينا مانع كل مصائب مشهور بالعجائب دون سائر الشجعانات ألف تشفى لي يوم نصب الميزان عجائبك كثيرة جدا أيها البطل المحروس لا يحصى لها عددا يا شهيد الرب القدوس صنعت عجائب عظم مع كل من قصدك أيضا راعي لا غنى مع طرف بعجائبك السلام للعجائب مرمين لامين السلام للبطل القوي الشفيع في المؤمنين قلت ثلاثة كلمين رب القدوس في فرح وتهليل أيها البطل المحروس واحد للشهادة وواحد للبتولية أما الثالث لأجل انفرادك في البرية طوباك ثم طوباك أيها حبر المانوس الملائكة ترتل لك أكسيوس 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 تسبح اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله مرمينا عنا أجمعي كواكب الفردوس خادم الرب صوت ضياء دير البرموز بليود بابا كيرلوس اختاره عمانويل صران يستقل ليكون خادم الانجل بنيود بابا كيرلوس رشح للاسقوفية فغدر الاكليريكية مفضلا البرية بنيود بابا كيرلوس فضل حياة الخلوة سالك طريقا قرضا اعطاه الله حكمة بنيود أبا كيرلوس أشفق عليه الآباء صلى القديس برجاء سندت عناية السماء بنيود بابا كيرلوس خرج الربان السبعة فوهب نفسه للخدمة الذين طردوا بالقوة بنيود بابا كيرلوس ولما جاء الحين رجع الرهبان فرحين إلى ديره مسرعين بنيود بابا كيرلوس صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطى الله معونة بنيود بابا كيرلوس أرشد عمانوئيل قام بعمل جليل في درء أنبا صموئيل بنيود بابا كيرلوس اخترت عناية الله ليكون راعي الروع كان يبكي بمرارة بنيود بابا كيرلوس عظيم في جهاده حاكم في إرشاده اختار الرب إله بنيود بابا كيرلوس سبع قول الرسول وباخ الكسول ختم نفس الباتول بنيود بابا كيرلوس أشفق على القاطع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيود بابا كيرلوس لم يخطب ود المدح وارشاد المنافقين كان الرجل الأمين بنيود
أذكر اللطف مطدع بالحقيقة محب الخليقة صديق الملائكة بن يضبى بكر اللص قام وقت الأسحر في القوة والأمراض ليسبح رب القوات بن يضبى بكر اللص الله يشتم صلواته وبخور مع أصوامه إبن ما قدامه بن يضبى بكر اللص السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى بن يضبى بكر اللص السلام لإرميا الجديد صاحب النسك الشديد ذو الدمع والتنهيد بن يضبى بكر اللص نلت نعمة موسى وكهنة هارون وحكمة صولومون بن يضبى بكر اللص إلى النور هدانا لصداقة مرمينا وكنيسته بناها بن يضبى بكر اللص في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب بن يضبى بكر اللص بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحية بن يضبى بكر اللص يعقوب بعد لنا رفات حبيبنا ماري مرود طاردنا بن يضبى المساكين أعطاهم المرضى شفاهم والحزانة عزاهم بن يضبى بكر اللص أحب للحبشة راعي كنيسة عملهم بمحبة بن يضبى في كنيسة الزيتون زهرات الأم البتول في عهد الراعي الحنون بن يضبى بكر اللص بيده عمل الميرون بين المؤمنين من بعد طول السنين بن يضبى سمى انتقال الأبرار إلى السماء أصفر طلب رب الأنوار بن يضبى بكر اللص ترك وثيقة أن يدفن في ديره بجوار شفيعه بن يضبى بكر اللص دعته السماء فلب النداء ورحل للأبا بن يضبى بكر اللص في ساعة انتقاله قال الرب أراكم وأكمل جهاده بن يضبى بكر اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله الديان بن يضبى بكر اللص يا أبناء التسبيح انظم يوم مدح لحبيب يسوع بن يضبى بكر اللص تسبيح اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي البابا بكر اللص السادس أعنا أجمعين أرسلوا
بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. وأول تعييد ليكم لنقول لكم النهاردة بنعيد بعشية الشهيد العظيم مارمينا العجيبي اللي استشهد في 15 هاتور سنة 309 ميلادية. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان النهاردة بنحتفل بإعادة رفات، مش هقول رفات، جسد، لأنه لم يتحلل بعد، جسد القديس البابا كيرلس السادس اللي كان مدفون في الأمبرويس تحت كاتدرائية ماري مرقس، ونقلوه حسب وصيته إلى دير الشهيد العظيم مارمينا العجيبي بمريوط، وكان النهاردة تذكار نقله إلى الدير. وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين إن بكرة إن شاء الله هنبتدي صوم الميلاد المجيد اللي دايما مرتبط بعشية مارمينا، ويعود عليكم الأيام بخير. السنة دي بنحتفل باليوبيل الذهبي. اليوبيل الذهبي يعني 50 سنة على نياحة القديس العظيم البابا كيرلس السادس. هو تنيح في 9 مارس سنة 1971. بصراحة هكلمكم في موضوعين، موضوع يخص مارمينا وموضوع يخص البابا كيرلس، فعايزكم تركزوا. الشهيد كبريانوس بيقول إن سعادة المسيحي، السعادة والفرح بتاع الشخص المسيحي هي السماء، ومكان محنته اللي هو آلامه واحتمال التجارب موجود في الأرض. وعشان يمر من المحنة إلى السماء لازم يعبر عن طريق الموت. ده قديس كبريانوس بيقول لك إن المسيحيين عرضوهم للوحوش المفترسة عشان ينكروا السيد المسيح، ومع ذلك لم ينكروا ولم يقهروا، لدرجة إنهم بيقولوا كل
بيحاولوا يخلصوا ويقللوا عدد المسيحيين يلاقوا عدد المسيحيين يزيد. السيد المسيح بيقول لنا وعاش ومن أول ما ظهرت المسيحية وجه السيد المسيح نجد إن هو منذ ظهوره في ناس ما بتحبوش اللي هم الظلمة وأعداء النور، وبالتبعية امتد هذا لأتباعه الذين يسموا مسيحيين. فجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. بس الحقيقة عايز أقول لكم حاجة، كل هجمة أو كل محاولة تسلط على المسيحيين لإبادتهم تنتهي بمكسب للمسيحية، لدرجة أن داود النبي بيتساءل وبيقول لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. تفتكروا النتيجة كانت إيه؟ الساكن في السماوات يضحك. ترتليانوس بيقول في رسالته للناس اللي بيضطهدون المسيحية استمروا في التعذيب، اوعوا توقفوا، اسحقونا وحولونا واطحنونا الى مسحوق يخلوهم مفيش. فان الاعداد بتاعتنا هتزيد بالقدر اللي انتوا بتحسدوه، لان دماء المسيحيين بتكون بزار بزار تنمي الاعداد. بصراحه كلكم سمعتم عن شهداء ليبيا، ودول كانوا يدوبك كده من حوالي 6 سنين، يعني من كام سنة فاتوا يعني. فالاستشهاد في المسيحية بيحتاج إلى شجاعة مطلوبة، بيحتاج إلى فضيلة معينة. عشان كده الشهيد ونفسيته لا يخاف الموت، حتى لما يلاقي في أخطار حواليه تلاقيه ما بيخافش. الناس اللي في العالم تخاف وهو ما يخافش. كل الناس اللي نعرفهم كشهداء وكل الشهداء اللي سمعت عنهم، ماري مينا وماري جرجس وبوسفين والأمير تدرس، كلهم يشتركوا في هذه الشجاعة، لدرجة إن في مؤرخين بيكتبوا التاريخ، واحد زي إسكاف شاف الناس دي لما جم يأرخوا بيقولوا احنا ما لقيناش اي ديانة في العالم استطاعت ان تصمد لفترة 3 قرون متوالية، 3 قرون متصلة. مر عليهم التعصب اليهودي، مر عليهم الفلسفة اليونانية والسياسة الرومانية بكل القوة والعنف بتاعها. مفيش ديانة تمكنت أن تنتصر في النهاية على كل أعداء دول بالقوة الأدبية وحدها إلا الديانة المسيحية. لا معها وسائل مادية تساعدها، ولا معها أسلحة، ولا معها سلطان، ولا معها قوة، ما عندهاش غير القوة الأدبية. بالضبط كده زي ما واحد عايز ينقي المعدن يحطه في النار، كذلك الفضائل بتاعة الشهداء كانت بتختبر بالآلام والضيقات. الشهيد دايما مشغول وعينه على السماء، مشغول بالمسيح ومشغول بالإكليل السماوي، وربنا في هذا الانشغال
ولما يجوا يضطهدوا يحس بلذة في الألم، يفقد كل مغريات العالم، كل المغريات اللي حواليه، وكل الآلام اللي تحيط بيه ما تستطيعش انها تأثر عليه. مرمينا بصراحة عاش حياة التقوى وهو صغير زي الأطفال اللي قدامنا دول، وكبر في التقوى ودخل وأصبح جندي لقيصر وترك الجندية وتحول إلى جندي لله. ذهب بإرادته إلى الصحراء وعاش في البرية وتعبد، ولذلك أخذ 3 أكاليل، إكليل للبتولية لأنه ما اتجوز، إكليل لنسكه واحتماله، والإكليل الثالث اللي خده في الاستشهاد. راح يجاهد في الصلاة في الصحراء، هيعمل إيه غير أنه يتعبد، يصلي المزامير، يطلب ربنا. شاف السماء مفتوحة وشاف الملائكة حملوا أكاليل نورانية بيحطوها على رؤوس الناس اللي استشهدت، واستشهدوا على اسم السيد المسيح، فاشتاق أن يكون شهيدا. خد بعضه ونزل في احتفال وثني كبير، ويخش بكل قوة وبكل شجاعة وسط الاحتفال ويقول: أنا مسيحي، أنا مسيحي، بأعلى صوته ويكررها: أنا مسيحي. يبتدوا يحققوا معاه: أنت سبت الجندية ليه؟ يقول لهم: بيت جندي للسيد المسيح. يجيبوه يمين يجيبوه شمال، ما فيش فايدة، حطوه في السجن. وهم فاكرين لما يحطوه في السجن السجن هيأثر فيه. بصراحة السجن في مفهومنا إحنا فرصة للصلاة في هدوء بعيدا عن العالم والضجيج. الجسد بيقيدوه في السلاسل، لكن النفس بتنطلق، تنطلق في حرية خارج أسوار السجن، تتأمل الطريق المؤدي إلى الله. وعشان كده السجن لا بيأثر في البطاركة ولا بيأثر في الأسقفة ولا أثر في الكهنة ولا بيأثر في حد، لأن إحنا ما بنعتبروش تقييد للحرية، نعتبرها خلوة. الحاكم ما عجبوش فجابه، بدأ يديله وعود، يديله مغريات. مرمينا ثابت: أنا لا يهمني أي شيء من هذا كله. عجيبة مرمينا: أنا كل طلبي وكل حياتي موجهة إلى إلهي اللي هو أنقذني وأنقذ حياتي من هذا الفساد الموجود في العالم، وبطلب من ربنا أنه يديني الإكليل الذي لا يفنى، إكليل الاستشهاد. هيعذبوك، عذبوه، ده هيقطعوا راسك، مهموش. قطعوا راسه وألقوه كله في النار، لكن مرمين كان ثابت وأخد 3 أكاليل. كل الناس اللي عذبوا مرمينا فين هم دلوقتي؟ حد يسمع عنهم ولا نعرف لهم طريق؟ لكن الوحيد اللي باقي اسمه سيرته باقية هو مرمينا اللي شهد بكل قوة وكل ثبات وقال: أنا مسيحي. النهاردة وإحنا في هذه الليلة كل أب وكل أم لازم يثبت أولاده الصغيرين، يعلمهم يعيشوا في حياة تقوى وحياة طهارة وحياة نقاء، يعلمهم الشجاعة والقوة، يعلمهم أن يكونوا ثابتين ويعلنوا إيمانهم أمام الجميع،
لأن السيد المسيح قال من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أمام أبي الذي في السماوات. ومن هنا ومن هذه القصة ارتبط القديس العظيم البابا كيرلس السادس باسم مرمينا، ولما طرح بنسموه مرمينا، وفضل يحمل هذا الاسم لحد ما ترسم بطريرك وتنيح في 9 مارس سنة 1971. السنة دي مر على نياحته 50 سنة، والعجيب إن جسده سليم زي ما هو. لكن أنا في هذه الليلة عايز أحكي لكم القصة بتاعت إن جسده سليم دي جات إزاي. في ناس كتير من الأجيال الموجودة ما تعرفش، وفي بعض الناس سمعت. بابا كولوس لما تنيح كتب وصية. طبعا لما البطرك بيتنيح محدش بيفتح الأدراج بتاعته ولا حاجة، فبيقفلوا القلاية بتاعته. فانعقد المجمع وصلوا عليه في الكاتدرائية الكبيرة في الأمبرويس الحالية، ودفنوه في مسبح تحت الكاتدرائية. وأنا كنت بزور هذا المكان اللي أصبح حاليا مدفون فيه البابا أثناسيوس الرسولي، وكنت باخد بركته. وفي يوم من الأيام بعد ما اختير البابا الجديد فتحوا القلاية بتاعته، لقيوا كاتب وصية إن يدفن في دير الشهيد العظيم مارمينا العجيبي بمريوط. الدير مارمينا في هذا الوقت كان دير صغير، والرهبان اللي فيه بسطة جدا، وما كانش فيه هذه الإمكانيات الموجودة حاليا. فانعقد المجمع المقدس، والبابا شنودة أرى الوصية قدام أعضاء المجمع المقدس وقال لهم لو أنتوا عايزين خليف مكانه أنتوا تقولوا، لو عايزين ننفذ الوصية ننقله وندفنه في دير مارمينا. فوافقوا إن هم يدفنوه في دير إيه؟ مارمينا. هو تنيح 9 مارس سنة كام؟ 71. البابا شنودة ترسم في 14/11 أو تجلس في 14/11/71. فقال لك نسيبه شوية عشان معروف إن الجسد هيتحلل، وننقله على عيد مارمينا سنة 72 اللي هو 23 نوفمبر سنة 1972. والبابا شنودة كلف الدكتور يوسف منصور رئيس الشمامسة ان هو ياخد رفاته كما هم كانوا متوقعين، يعني هيفتحوا الصندوق يلاقوا شوية عظم هيلمون في عربية ملاكي ويسافروا بيهم. ده اللي كان فين في تصورهم. انا اشتغلت سكرتير للبابا شنودة، واشتغلت مع الدكتور يوسف منصور، وهو بنفسه اللي حكى لي هذه الحكاية اللي انا احكيها لكم دلوقتي. فقال لي رحنا الصبح بعربية ملاكي وفتحنا شلنا الرخامة وطلعنا الصندوق، لقينا الصندوق تقيل. فقال لي هشوف هنفتح الغطاء ونشوف ايه اللي جوه. بيبصوا لقيوا ان الجسد زي ما هو سليم لم يتحلل. فراح مغطينه تاني، وطبعا مفروض كان يدي خبر للبابا. البابا كان هيروح دير الانبا فشوي ويطلع من دير الانبا فشوي على مارمينا. البابا شنودة هيودوا الجسد هناك. طب يعمل ايه يعمل ايه؟ فهدا فكره ان يجيب عربية نقل موتى يحط فيها ايه الصندوق، وياخد الصندوق ويروح بيه دير مارمينا.
وفعلا عمل كده وخرج من الأمرويس وصل محطة مصر اللي هي في ميدان رمسيس، وكان تمثال رمسيس موجود، وقال لي أبص ألاقي العربية عطلت. العربية إيه؟ عطلت. يحاولوا يزقوها يمين يزقوها شمال مفيش فايدة، لكن في موبايلات ولا تليفونات ولا يعرفوا يعملوا إيه. واقف هو والناس بتوع العربية دي بتوع نقل الموتى، حد معدي في الميدان، إيه يا دكتور يوسف بتعمل إيه؟ الدكتور يوسف منصور أساساً هو من الأزبكية من البطرخانة القديمة. مين اللي معاك ده؟ ده البابا كولوس. البطرخانة سمعت، طلعوا شالوا البابا كولوس على كتفهم من ميدان رمسيس، دخلوا بيه على كلود بيه ودخلوه الكاتدرائية، والأجراس ضربت وبدأوا يزفوا البابا كولوس جوه إيه؟ الكاتدرائية المرقصية في الأزبكية المتراكية الإيه؟ القديمة. دكتور يوسف منصور بيحكي لي بيقول لي أنا خايف من البابا شنودة لا يزعل، إزاي دخلته بمطرخانة وعملت كده؟ هو في دماغه كده يعني. واتصلوا بالتليفونات وجابوا عربية نقل موتى تانية وحطوه فيها وطلع راح دير مريمينة. أول ما دخل الصحراء بتاعت مريمينة وبدأت الأمطار تنزل بغزارة، غزارة رهيبة جدا 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 جدا. من آخر مرة البابا كله زار الدير المطرة ما نزلتش ولا مرة، وكانوا البدو العرب اللي حوالين الدير أول ما المطر ينزل كانوا يعرفوا أن البابا كله جه، فكانوا يروحوا يسلموا عليه وياخدوا بركته. في هذه الليلة أو في هذا اليوم وصل البابا كرولوس في الصندوق والمطر نزل وأجراس الدير ضربت وتلم البدو والعرب، وكانت مفاجأة ليهم أنهم يعرفوا أن البابا كرولوس اتنيح. هنا هقف معاكم شوية. طبعا الرهبان اتفاجئوا ان البابا جاي بالصندوق زي ما هو، فيوسف منصور قال لهم اصلي الصندوق جبته زي ما هو، وحكى لهم الحكايه اللي حصلت. الانبا مينا افا مينا اللي هو كان رئيس دير مريمينا ده تنيح، جاب الدكتور يوسف يوائيم وكشف عليه وكتب شهاده موجوده في الدير انه جسده سليم لم يتحلل بعد. وجه البابا شنودة حكوله على القصة، وكان مفروض يدفن تحت كنيسة العذراء، فاختاروا مكان تحت الكاتدرائية اللي هو المكان الموجود فيه، وحطوا فيه جسد البابا كيرولوس السادس زي ما هو، المكان اللي فيكم واللي كلكم بتروحوا تاخدوا بركته لحد دلوقتي. القصة ما خلصتش لحد كده. يوسف منصور بيقول لي بعد ما خلصنا الحكاية دي خد بعضه وراجع عشان يروح. العربية اللي رجع فيها اللي هو راح فيها بتاعت نقل الموتى نزلته في رمسيس، هو ساكن ناحية الأزبكية قدام البطرخانة على طول قديمة، وقال لي كانت الأرض مليانة مية وفي زبط في الأرض والرجلية توسخت والبدلة توسخت والدنيا اتبلت مية، وطبعا وصل بيته تعبان ودخل زعلان ونام هو زعلان، يعني انه تعب كل التعب ده وكده. قال لي بعد ما نمت واستغرقت في النوم لقى البابا كيرولوس جاله وقال لي بإيده اللي هو الكبيرة دي بيخبط على وشه وبيصحيه من النوم بيقول له تعبتك يا يوسف، تعبتك يا يوسف ابني، وباركه واختفى عنه. القصة دي لو أنا ما كنتش سمعتها بنفسي يمكن كنت شكيت فيها، وأمانة أنا بقولها لكم وجسده فعلا سليم لحد النهاردة،
والنهاردة عيد كبير جدا بالنسبة لنا إحنا كرهبان في دير مريمينا، إن البابا كارلوس جسده رجع للدير واكتشاف الجسد بتاعه السليم، لأن في ناس كتير كانت تعبت البابا كارلوس، لكن ربنا أراد أن يتمجد في حياة هذا القديس العظيم اللي بيعترف به المجمع بقداسته سنة 2013 في أول اجتماع للمجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تودروس الثاني. وهذا القديس الذي قدم للكنيسة كل خير وعاش حياته كلها في صلاة وتمتع بكل الفضائل اللي احنا بننادي بيها، نطلب شفاعته هو ومريمينا حبيبه يكونوا معانا وما يسيبوناش ويسندوكم في كل خطوة في حياتكم، ونطلب من أجلكم وانتوا تطلبوا من أجلنا، وهما يشفعوا فينا ومن أجل الكنيسة، يحافظ على كل واحد في دخوله وخروجه. وبركة القديس العظيم الشهيد مريمينا العجيبي والقديس العظيم البابا كارلوس الثالث تكون معكم، وإلهنا كل مجد إمن أبديا أمين. أمين الليل ويازوك سابت ريكيوك يا جيوب نفماتي كنكاي يونونا من تنوشي فولين قويم مجيو بن شويس إيسوس بيا خريستوس موني سيتي نمني سماري بك ناين امتكيريني أين صبتم بك لأوس أكيد شي تخاري سموي سيستيمي توي بن تمل شي سيدك خلو انت ياكوب بن وقناي וכת יצות בנתי דוד, תיסופיה, אינתי סולומון. בבנב מרק ליטון ותבי ג'ני אבוסטולוס. שויספי ערי בונחיני מפתחו, ירדפים בניות את תאיות, נער שירפס בבא ותא ודרוס. נמבניות נאבסקובוס אבא קירלוס. נמבניות נאבסקובוס אבא ארמיה. נמבניות נאבסקובוס אבא יוליוס. נותן תד ויפה. תגרו אוי ז'נו אסרונוס אינן מי שנורום בין מנסיו אין אירי ניקון תפסו ויו אינו גג'י תירו סביסית אינו את שלף גן קולים טובה בכריסטוס אירי יגון דפקן אינו ויאני וולחין אוירי ניקטה בבני שתנאי סוטי אמונו אונאי נאי קריא לייסון Κύριε φλόγισον εμίνες μοέρο, μοέρος τιμήταν Ιακών Ιεβόν, γοεμπέσμο. Χριστός μενότι, εμίνες εσόν. Οβόρον τε τερίνε μου, ενάνε τε κερίνε, σημνήναν τε κερίνε, κανόμδαν ευόγιου σούκτα τη κομνα μπία μαϊσέν, εμίν. اللهم اجعلنا ساقين كل بشكر يا بان الذي في السماوات. ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة بطاقة القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون مع كل الشعب المسيح وكل عام وجميعكم بخير. وانتم خارجين اخرجوا بالراحة والاباء يوزع عليكم البركة والحنود وكل سنة وانتم بخير. ونيافتك طيب يا سيدي.